الآن نجتمع معا لندعم الفريق عبد الفتاح السيسي وندعمه ونبره ونرشحه رئيسا للجمهورية. قد يقول قائل: الرجل يرفض، ومنذ متى والفريق السيسي يمكن أن يرفض إرادة شعبه؟ لقد انحاز في 30 يونيو إلى إرادة الشعب، وهو الآن في طريقه للانحياز بل للرضوخ للإرادة الشعبية، إذا نجحنا جميعا في تضافر الجهود للوصول إلى 30 مليون توقيع لإجبار السيسي على ترشيح نفسه رئيسا للجمهورية. ظهر الفريق السيسي في 30/6 وقبل 30/6 ليخرج الشعب المصري من هذه النكبة التي أتت بالإخوان والمعاناة التي عانى منها الشعب المصري، وأحس بأوجاع الشعب المصري بالكامل، وأحس بأوجاع المواطن البسيط قبل أن يحس بأوجاع المواطن الغني أو المواطن المقتدر. فكان ذلك دافع لينا أن يقود الفريق السيسي المرحلة القادمة بإذن الله بذات القوة وبذات الكفاءة وبذات الجراءة، ويعيد لمصر إن شاء الله مكانتها الدولية والعالمية، ويعيد للمواطن المصري كرامته، ويعتدل الحال داخليا وخارجيا بتوفيق الله وبجراءة هذا الرجل الكريم الذي أنقذ البلاد من الوقوع في هاوية لم يكن يعلم مداها إلا الله. رد عليك السؤال بسؤال. تفضل يا فندم. الناس شافت إيه اللي حصل في مصر يوم 30 يونيو؟ تمام. الناس شافت يوم الفريق السيسي وقف وقال أنا عاوزكم تنزلوا عشان تفرضوني علشان أتصدى للإرهاب وأتصدى لقلة الأدب المتوقعة. إحنا النهارده بنقول للفريق السيسي كمل جميلة، الشعب المصري اللي بيقولوا كمل جميلة، والفريق السيسي لا يملك غير إنه يستجيب لرأي الشعب. أولاً كلمة كمل جميلة نوجهها للشعب مش للفريق عبد الفتاح السيسي. تمام. لأن صاحب الجميل وصاحب الفضل على أي حد أياً كان مكانه أو مكانته في مصر في البلد دي هو الشعب. تمام. فهو كانت بداية الفكرة أصلاً هو نوع من أنواع التأييد لقرارات القوات المسلحة. بس وليس الفرد. لا لا، هي كانت الفكرة نوع من أنواع التأييد بشكل جديد. إن كلما ارتفعت الأصوات المؤيدة لترشيح الفريق عبد الفتاح السيسي لرئاسة الجمهورية هي بالأكيد أصوات تؤيد قراراته. تمام. فهي الفكرة تأييد قرارات القوات المسلحة ووزير الدفاع عبد الفتاح السيسي في مواجهة الهجمة الشرسة اللي مدشنة ضده وضد الجيش المصري من الداخل ومن الخارج. هتعود بالخير على الشعب المصري بعد ظهور الإخوان المسلمين على حقيقتهم، و الجيش هو الأولى يعتبر للسلطة. طبعا زي ما الفريق السيسي طلب من الشعب ان هو ينزل ينزل يطالبوا بالقضاء على الإرهاب، احنا بنطالب عبد الفتاح السيسي ان هو ينزل لترشيح لنفسه لرئاسة الجمهورية. عندما فكرنا في تأسيس الحملة كان هناك ظروف تستدعي ذلك، لم يكن السيسي هو المستهدف بها، بل كانت المؤسسة العسكرية بأكملها هي وراء الفكرة في حد ذاتها. كان علينا أن ننشئ حملة أو ندشن حملة للدفاع عن الموقف المشرف الذي اتخذه الفريق السيسي بالانحياز إلى المطالب الشعبية ضد جماعة إرهابية أقصاهم الشعب ولم يقصيهم الجيش. ففكرنا في تدشين حملة، وهي حملة كمل جميلك، وإحنا كنا هدفنا من كلمة كمل جميلك هو الجميل الأول أو الجزء الأول من الجميل كان الإطاحة لنظام فاسد أو مستبد ديني، نظام محمد مرسي وجماعة الإخوان الشياطين.